مين ابن المرحوم شريف بلامين؟ نعرفه الذكرى فيها ما زالت كي تعديت على وفاة المرحوم رئيس سابق نادي افريقيا واحد من اكبر رجاليات نادي بيبي جديدة. هبيك ياسين. عاصم السام. باهي ياسين، ظهر لي المرحوم ضايف 8 سنوات، لكن مازال حسب ما نشوفوا تفاعلات على الفيسبوك مازال في قلوب كل احباء نتاع نادي افريقيا. الحمد لله الحمد لله، يظل اللي عملوا للجمعية يقعد له في التاريخ نتاعها. كيفاش كانت التفاعلات على تصلوا بهم؟ شكون اتصل بكم؟ كيفاش ياسين بالضبط؟ والله الحقيقة كي كل عام الجمعية تتصل بينا و باش تشد علينا وتنشد وتطرحها مع الوالد. شكون كلمك؟ الهيئة المديرة، الهيئة المديرة تاع النادي الافريقي. رئيس النادي شكون بالضبط؟ والله الحقيقة باش نقول لك بالضبط ما نجمش نجاوبك شكون بالضبط، اما اتصلوا بخويا. خويا سيرية الحكاية يا اخي ياسين. جان قلت لك سيرية الحكاية ولا شنو يا اخي؟ علاش ما نجمش تقول؟ لا خاطر ما انا ما اتصلوش بيا شخصيا، اتصلوا بخويا. ما تعرفش، ما عندكش المعلومة معناها. ما عنديش شكون بالضبط يتصل بيها، اما الهيئة المديرة اتصلت بيه. كل عام يتصلوا بيه هو بالذات خويا الكبير، ويقولوا يترحموا على الوالد وديما ينشدوا علينا. واضح. ياسين ظهر لي انتم حاسين بالوضعية العادية بين الافريقي، ظهر لي حتى شاركتوا، شفت انا تصور على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركتوا حتى في الحملة نتاع المساهمات في حساب نتاع النادي الافريقي. صحيح شاركنا، وهذا واجب مش مزيه لا علينا لا على حتى ولد الجمعية. اليوم الجمعية تعدى بفترة صعيبة لازمنا كل نقفولها، وانا كيف نشوفوا اولاد الجمعيه الكل اليوم قاعدين يعملوا في مبادرات طيبه وقاعدين يجربوا يمولوا الجمعيه، وان شاء الله على 5 نوفمبر عملوا حمله سميوها اللطخه، ان شاء الله ناخذوا المليار في النهار هذاك، مليار اخر يجي تصب في الجمعيه، وان شاء الله نوصلوا. ان شاء الله ما عندي حتى شك اللي اليوم اولاد الجمعيه الكل واقفين الكلوب، وان شاء الله ناخذوا لهم وناخذوا اكثر من هكا باش تزيدوا تساهموا نهار 5 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله في البرنامج. نحكيو شويه على المرحوم شريف بلامين، ظهر لي نحبوا نعرفوا الحاجات هكا اللي انتيم شويه، خلينا نقولوا ما يعرفوهمش العباد على المرحوم. كيف شنو مثلا؟ اعطيني نعرفش. انت باش تعطيني كيف مثلا في تعلقه اكيد بالنادي الافريقي، في علاقته بالنادي الافريقي. نجم نحكي لك ايامات على الوالد ربي يرحمه، كان مغروم بطريقة غير عادية بالنادي، معناتها كان يقوم على الكلوب ويرقد على الكلوب. كان كي الكلوب ما الأمور ما تمشيش تعمل حتى ماتش نيول، غير نقولوا تعمل حتى ماتش نيول يبدأ أخلاقه في صباته كيف نقول، دونك يبدأ مش فرحان، يبدأ مروح ما يحكي مع حتى حد. فوالا كيف نجم نحكي لك بكل أنكدوت على الوالد ربي يرحمه مع الكلوب. نعطيك أن إكزامبل، احنا نتذكر وقت اللي كنت أنا صغير كنت ديما نقول له جيب لي مريول تاع الجمعية. هو أن إكزامبل كسامبل، معناتها اللي النجم ديما يصير في أي جمعية الولد رأي جمعية يمشي يقول بوف ربي جيب لي مريول. ما يجيبليش، يقول لي خلصوا بفلوسك. يقول لي خلصوا بفلوسك، ما نجيبلكش برا امشي للكلوب وخلصوا بفلوسك، شيه من البوتيك ولا برا امشي شي وحدك. هذا اللي خليه كبير في عينين أحباء النادي الإفريقي الكل. ما كانش حتى الأبونمون مثلا، يقول لي يمشي شوف الصف كيف هذا كله، برا قص الأبونمون على روحك وعاون جمعيتك. هكا هذاك هو شيف باليمين، معناتها الجمعية قبل كل شيء. لا بلا حتى عائلته ما تتعداش قبل الجمعية. هو شد برشا النادي الافريقي ياسين، اثر شويه هذا على علاقته بكم انتوما، على حسابكم انتوما كانتش هيا وي اثرت برشا، معناتها معناتها الوالد معرفته انا لوقت اللي خرج من الجمعيه عام 2006، بين 2006 و 2010 وقتها قرب لي شويه ونعرفوا بعضنا ونحكيوا مع بعضنا وتعرفنا على بعضنا. قبل كان غاطس الجمعيه من الصباح لليل، كانت علاقتنا تاع بخير بالاخير ليميت، نحكيوا على الجمعيه حتى كي نحكيوا على الجمعيه. ومن بعد بين 2006 و2010 وقت ثوره العلاقه بيناتنا وتعرفنا على بعضنا، وعرفت بابا وقت اللي عرفت بابا شكونه. قبل وفاته شنو هي اخر حاجه تفكرها حكايه عن النادي الافريقي؟ اخر حاجه نذكر ماتش كلوب وحمام سوسه وقتها في المنزه، هو مسكين جوست من بعد العمليه نتاعو قاعدين في الكلينيك، اول حاجه دوب ما حل عينيه من العمليه ثم نهارتها الكلوب تاع محمد سوسه، معناتها من بعد عمليه دونك على السيرفو، معناتها عمليه ثقيله معناتها حتى احنا قاعد يتعقل فينا بشويه شكونكم انتوما. اول سؤال نجدو شو عملت في كلوب، اول سؤال عملت في محمد سوسه. ربي يرحمه ان شاء الله. ياسين خليك لو كان تحب عاش تضيف حاجه. ما شو حاب نقول، يعطيكم الصحه انتوما اللي خممتوا في الذكرى هذه، ولا معناتها نحب نقول اللي ان شاء الله اليوم لي جون ديريجون تاع الكلوب الكل يكونوا في المستوى، في المستوى مش كان اللي هو بركه، مستوى للجمعيه العريقه هذه اللي اليوم
سي ان باتريمون نتاع البلاد، الباتريمون نتاع تونس اللي لازمها اليوم تقف على ساقيها. ونحب جو بروفيت من الاوكازيون هذه باش نقول للكلوبيستايا الكل اللي في العالم الكل نساهموا باش نوقفوا توا باش نوقفوا لجمعيتنا لازم اليوم قبل غدوه. ما عندكش طموحات ياسين تدخل تسير في نادي الفريق مثلا انت؟ شخصيا لا، الحقيقه شخصيا خوك مثلا نعم خوك مثلا لا خويا قدم روحه في الانتخابات اللي فاتت وقتها مع مروان حمودي ومن بعد شفت روحه. حتى هو ماهوش معناتها موش ان اوبجيكتيف، احنا نحبوا نعملوا جمعيه وكهو، يعني نعملوا جمعيه نتاعنا نوقفوا لها وقت يستحقونا هنا موجودين، مي جمعيتنا قبل كل شيء ومش لازم معناتها حتى دون دي بوست في الجمعيه واضح. حتى من برا. يعطيك الصحه ياسين، شكرا ليك وربي يرحم سي شريف بلامين ان شاء الله. نواصلوا نحكيوا على النادي الافريقي.